مين بتسكر كاميرا اذا كان اوبن سورس؟ هي عن جد مين بيعرف اوبن سورس؟ مين بيعرف شو هي الاوبن سورس؟ لا عن جد اذا ما بتعرف تسكر وعلى فكره يكون التايم لا تخافي من هذا كله بلش هيك بعدين بصير مثلي اخر شيء الاوبن سورس هي الفكره الاساسيه اللي هي التعاون او المصدر اللي احنا كلياتنا بنقدر ناخذ منه فما في شيء احتكار يعني الاحتكار هي عليها اكس كلياتنا بنقدر ناخذ من المصدر وعلى بعض التطبيقات فينا نعدل فيه والاوبن سورس مفتوح لكل الناس فهي فكرته بكل بساطه والكل بيقدر يستفيد منه صارت ايكولوجيه سهوله